لاعب وداد 14 وليسمبي 15 واني رقم 3 وصاوة رقم 16 في وسط الملعب أسيرة رقم 23 أمامه 117 وأوكوي 7 وأوتشو رقم 8 واللاعب كيمبادي رقم 21 وأيضا النهاردة بيلعب اللاعب لومالا اللي بيحمل رقم 22 بيبدأ النهاردة وداد مكان مجابي أواني مكان المدافع مكيبي وأيضا بيبدأ النهاردة ألان رقم 21 مكان المهاجم كادو طبعا بقيادة المدرب سباستيان دوسابر المدرب المعروف لدينا الحقيقة المعروف حتى في عالمنا العربي درب نادي الإسماعيلي درب شبيبة الثورة الجزائري درب الترجي يعني درب أيضا في العديد من الدول الإفريقية الفرنسي أمامنا هنا أحمد المحمدي قائد منتخبنا منتخب مصر النهاردة بالزي الأبيض أدي أمامنا الحكم ماجيت ندياي السنغالي بيعاونوا كل من ألبس جاي وسيدو تياما جاي طبعا من السنغال وتياما من بوركينا والحكم الرابع في مباراة اليوم هو هيلدر مارتنز الحكم الأنغولي اللي كان أدار مباراة نيجيريا وغينيا أول مباراة النهاردة للحكم السنغالي في هذه البطولة أمامنا هنا محمد الشناوي في حراسة المرمى في الدفاع أحمد المحمدي وباهر المحمدي وأحمد حجازي وأيمن أشرف وسط ملعب النهاردة نبيل دونجا بجوار محمد النني محمود حسن تريزيجيه عبد الله السعيد محمد صلاح والمقدمة أحمد حسن هدف وسجل هدف يا ولد على المرور والتألق وادي حكم اللقاء الحكم ماجيتي ناديان عمل مفاجأة كبيرة قوي مع منتخب نيجيريا في إطار المجموعة الثانية في الوقت القادم لأن ده المهم والرغبة في الفوز بلقب وبطولة لكن دون تنازل محمد أبو جبل انضم لكن لا يستطيع أنه ينضم رسميا لأن وفقا لنظام البطولة هنا من جانب اللاعب لومالا 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 خطير خطير لومالا وولد على باهر أمامنا هنا التغطية وركنية لصالح المنتخب الأوغندي المتطور منتخب أوغندا الحمد منتخب أوغندا كرة ملعوبة على القائم الأول خطيرين جدا في الكرات الثابتة قدموا أداء رائع أمام الكونغو الديمقراطية ثم تراجع في الأداء أمام زيمبابوي وادي كرة في المرمى وثغرات وسط الملعب وفاروق عدم التفاهم عدم التفاهم الشناوي اتكلم لكن باهر المحمدي مش مدي الامان مش مدي الامان لكن شوف هنا شوف الخطا امامنا هنا في اللقطه الماضيه من باهر وعدم استلام من دونجا هدفين اولانجا لاعب كينيا هدفين لاعب بوتي لاعب بنين هدفين موقف باهر لكن توقف اللعب لعلاج الحارس محمد الشناوي ادي امامنا هنا يبدو في اصابه واقع امامنا هو منتخب اوغندا منتخب أوغندا من المنتخبات اللي اتطورت كتير أوغندا غابت عن المشاركات الإفريقية بعد ما وصلت لنهائي عام 8 صراع في الكرات العالية إبعاد المرة دي الاستلام أمامنا هو محمد إن الأمامية لكن في راية وفي تسلل في تسلل في تسلل على اللاعب لوميلا من اللاعبين المتألقين أمامنا تحرك المرة دي من جانب اللاعب لوميلا لوميلا إن شاء الله تكون مباراة رقم 100 في دور ال 16 أدي أمامنا استلام الخطير جدا أوكوي خطير خطير حتى الآن أوغندا أفضل حتى الآن أدي أمامنا الانطلاقة حولة المرور خطير المنتخب الأوغندي خطير منتخب أوغندا خطير حتى محمد صلاح محمد صلاح النجم المصري اللي بينطلق التمريرة التحرك ولكن فين يا راجل فين يا راجل الكرة بعيدة إلى خارج أدي النجم محمد صلاح مرتقب واللي كنا مترقبينه بالمنتخب مصر 7 أوغندا 5 كونغو 3 اللقطة الماضية حط رجله في طريق الكرة أمامنا هو جاي اللاعب خالد أوتشو خالد أوتشو بيلعب في الدوري الهندي على فكرة خالد أوتشو المهددين أوتشو على فكرة والبديل اللي ضمن البدلاء النهاردة اللاعب مدافع جوكو ضمن الأسماء الموجودة المهددين مع طبعا محمود علاء والنندي وكذلك اللاعب علي غزال سلامات لأحمد حسن نهضة بركان المغربي وفريق نادي ستارز كان سجل 100 هذا الهدف عادي أمامنا انطلاقة لومالا لومالا لكن فاول على دونجا فاول على دونجا فاول على دونجا الانضباط والالتزام والأداء حتى الآن وهذه اللقطة يبدو أحمد حسن كوكا إصابة تشوف أمامنا هنا إصابة جديدة في ملعب المباراة شوف واقع أمامنا الكرة المشتركة كانت جامدة قوي الحقيقة مع اللاعب أوتشو لأن أوتشو يعني وضع قدمه بشكل قوي أدي حوار أحمد حسن كوكا فاول
لصالح المنتخب الاوغندي. المميزين اوغندا قويه قويه، كوره كل كوره هتشوف امامنا هنا، الكرات الثابته اللي بتتلعب من جانب اللاعب 100. ادي فاروق 100، 21 سنه فاروق 100، 21 سنه كل كرات الثابته بيلعبها. والمره ده ظهور لعبد الله السعيد، ظهور اول يمكن في اللقاء لعبد الله، ولكن ادي تريزيجيه التاهل ايضا سجل حجازي هدفين دوليين. وادي امامنا الحارس اونيان تشيفز، امامنا هنا اللاعب وليسيبيو كان بيلعب في جورماهيا. وادي انطلاقه خطيره، خطره خطره جدا، خطره جدا من جانب اللاعب لومالا. تريزيجيه تريزيجيه عدي، لكن حط جسمه، حط جسمه المدافع امامنا اهو اواني، دفاع مع اللاعب اواني. وادي كره محمد صلاح، لكن طويله على صلاح، طويله على محمد صلاح. 2008 2017 المنتخب المصري يبحث عن الخروج الامن، مش ممكن بقى، مش ممكن، مش ممكن. الم كيباندي في هذه اللقطه بوسط الاستلام، ولا حد ضغط ولا حد قابل، وتيجي في منتصف المرمى الكره دي لو في زاويه جول. الكره دي امامنا وبص محمد الشناوي اللي الكره كانت ممكن تخدعه، خد خطوه من تشامبيونز ليج، نجم ليفربول امامنا، ويرجع كوره للمحمدي وهجمه تدينا نفس. لكن اونيانج محمد الشناوي اللي هو افضل لاعب منتخبنا حتى الان، محمد الشناوي. ادي محمد صلاح، كرة الساطة في اتجاه مبنى لوميلا، خطرة جدا. يا ولد يا ولد يا ولد، انقذها الشناوي ويعمل كارثة في اللقطة الماضية. ادي مبنى دونجا، ادي دونجا، لكن لوميلا مش ممكن، لوميلا لوميلا في اللقطة الماضية، لكن الحارس المتألق محمد الشناوي في إجادة كبيرة حتى الآن في 2017. ومحمد صلاح سجل في تصفيات كأس العالم. صلاح يا ولد يا ولد يا ولد، عندك صلاح، لا تخاف، عندك صلاح، تنتظر الجديد، تنتظر المزيد. محمد صلاح يضع الكرة زي الحديد في مرمى الحارس أمامنا أونيانجو. أونيانجو في خبر كان، أوغندا بتضيع والشناوي يتألق، محمد الشناوي تألق، لكن مهارة محمد صلاح هي اللي تصنع الفارق. محمد صلاح فخر مصر أمامنا هنا، اللي بيضع الفاول، اللي يدرس في كرة القدم. وادي صبر أمامنا هو، يجيب الصبر منين؟ الصبر منين؟ يا دي صبر محمد صلاح، طلعه طلعه عن شعوره. هي كوره اللي النهارده طمعان في منتخبنا. وادي تريزيجيه في اللقطه الماضيه، تريزيجيه امامنا، تلعب كوره وتسيطر وتضيع تستقبل. لك عم ازيره بيلعب كرات اللي في العمق، لكن على طول تغطيه دفاعيه، ماهر بعقل قوي يشيلها. التوالد بتوع سي ودي وإيه اللي ممكن نلعب معاهم في ظل احتلالنا المركز الاول. وادي كوره من النني الى خارج الملعب، نلعب عايزين الافضل. مقطوعه الكره من دونجا، ادي الكره مقطوعه من دونجا، خطره جدا. لوميلا لوميلا، لعيب 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 لوميلا لعيب، لكن الشناوي حريف، محمد الشناوي جول حريف في اللقطه الماضيه. بص امامنا الراجل لوميلا في هذه الكرات دايما في زي. وادي انطلاقه من ايمن اشرف، اوه محمد صلاح، لكن تصل المحمدي الهداف، الهداف 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 المحمدي. بص شوف الكوره، شوف الكوره وقسوتها، شوف الكوره واحكامها. لكن مصر، مصر دايما مصر، احنا مصر، احنا مصر في الكوره. يعني امامنا اهو الرهبه والاسم واستاد القاهره المخيف والمرعب، احمد المحمدي منتخب اوغندا صدق نفسه ان هو يسجل وان هو يفوز زي ما مدغشقر عملت. لكن محمد صلاح بالفاول والهجمه اللي اتعملت حلوه قوي، ايمن اشرف عاملها حلو، تعدي من محمد صلاح والمحمدي، يبقى واحد من اللاعبين السته اللي عندهم هدفين.